ورشا وصلنا لمساحتنا الأخيرة من مساحات صباحنا غير رح نكون فيها بعالم الحرف اليدوية والتراث اللي دائما متعودين أكيد. نستضيف أهم الحرفيين رح تكون مساحتنا اليوم مع القش. بالإضافة لهلأ اليوم ضيفنا متعدد المواهب ولكن اليوم ما حبينا نطلع بكل القصص، اليوم اكتفينا بموضوع القش وعرض بعض المنتجات. أستاذ علي بدي أرحب فيك. علي عجيب، أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك فنان تشكيلي وحرفي يدوي تراثي، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم يا رب. شكرا. أهلا وسهلا. اليوم هيك نحن بنندردش شوي ونشتغل شوي، فاليوم كنا متفقين أنه نحن حنطلع بهيك لوحة صغيرة صباحنا غير. طيب خلينا هيك نبلش فيها ونحكي ندردش نحن وانت عن صناعة القش وعن الصعوبات وهيك قصص. بالنسبة لهي فن التشكيل من القش غير صناعة القش. صناعة القش يمكن بيفهموا الناس انه هي صناعة اطباق واواني للمطبخ اللي كانوا يصنعوها جدودنا وجداتنا من زمان. هلا نحن هون شيء مغاير تماما. نحن تشكيل من القش يعني هو تشكيل نماذج شخصيات خط عربي شو اسمه يعني لوحات مختلفة من القش اللي هو طبيعة كله من الطبيعة نحن جايبينه. يمكن له أكثر من مصدر اليوم القش، إن كان قمح إن كان طبعا. هلا فينا القش ممكن القمح من الشوفان اللي هو افضل شيء يعني شوفان او سمبلي هو نفسه هذا نحن بنجيبه من الطبيعه من ما كان موجود يعني موجود ومجاني كانه رطب شوي بده لازم يكون منقوع بالمي لحتى نسهل التعامل معه. هلا اليوم نحن بالامكانيات الموجوده شو فينا نشتغل اليوم على الطاوله؟ هلا نحن بدي بس طبق قدامكم انه كيف نحن مثلا بنبلش بالقشه اللي نحن بنجيبها بنقصها؟ ايه بنفتحها هيك بالطول. حلو. طبعا بتكون رطبه اكيد. ليش اليوم بتروحوا لفتحه يعني؟ رح افرجيك بس بعد مكواي. تفضل. تفضل. وكمان مكواي بتستخدموها. هلا اليوم نحن حبينا نحط كل العده يعني. هلا بوسط المكواي ضروريه جدا يعني لازم ما بدها تكون شغاله ولا بتمشي؟ ايه يعني نحن اليوم بالامكانيات عم نشتغل ضمن الامكانيات الموجوده. ايه. بالطريقه هاي. طيب انا حافتح لك الثانيه هي. هالطريقه هاي بتحول القشه لصفيحه. حلو. نحن ما فينا هيك بالايدين؟ صفيحه؟ لا ما بتصير بالايدين يعني بتصير صفيحه مثل هاي. حلو. هلا نحن بعد الكويس صارت هيك صح؟ طيب. يعني صفيحة. نحن عن طريق على ورق الكالك أو ورق الزبدة بنكون راسمين يمكن الشكل اللي بدنا بنكون راسمين نصنعه الشكل اللي بدنا اياه. مثلا هي أنا مجهزها صباحنا غير قلم رصاص نظامي ورق زبدة وطباعة بعدها هي بالنسبة للخط العربي. طبعا في شغلات اعقد وفي شغلات بدها اكثر وقت بس نحن الشغلة هي هلا المادة اللي عم نستخدمها هي لاصقة صمغ ما لاصق غري لاصق خشب بالطريقة هاي. قديش صار لك استاذ علي اليوم بحرفة تشكيل القش؟ كم سنة تقريبا؟ أو بالنسبة للقش يعني أكثر من 10 سنين أو أكثر يعني 12-13 سنة. بلشت بمحاولات ولا يعني شفت شيء وبلشت تطبقه حضرتك؟ تقريبا أنا طورت تطوير يعني يعني أنا شفت الموضوع صناعة الأطباق وصناعة الأواني الهاي كيف بيرطبوا بينقعوا القش بالمي لحتى يسهل التعامل معه. فانا اكتشفت انه بقدر اعمل منه هالصفيحه هي لما افتحه على طوله للقش. طيب. بس افتحه على طوله بصير بيعطي هالشكل الحلو. ساعتك انا وتشتغل شيء هلا هي لها جدله معينه ولا بس تلزيق فوق؟ لا بس تلزيق على شكل طبق يعني على شكل طبق. رح نستعرض كمان شوي من شغل حضرتك اليوم. طبعا قدرنا نشكل نماذج من عده انواع من شغلي لحتى في الساعة. يكون في غنى بالموضوع بالساعة هون دامج القش وكمان في كأنه حبال صح؟ ايه طبعا يعني. ايه في كثير لها مجال كثير ما يستأنوا لها مجال كثير يعني صناعتها بالطريقة هاي تقريبا يعني. بالطريقة هاي
بصف القش جنب بعضه قدام جنب على الرسمه اللي نحن راسمينها مسبقا. عم ناخذه بشكل طولي القش صح؟ كمان هون في مجسم شكلته للجندي المجهول. قديش بياخذ وقت اليوم بعد هي 10 سنوات من الخبره؟ قديش بتاخذ معك وقت؟ هاي القطعه اخذت اكثر من 10 ايام. اخذت وقت. اي طبعا. كمان رح نستعرض تقديما للشهداء وللجيش العربي السوري طبعا. ممكن نستغرب اليوم اي حدا عم يشوفنا انه قطعه مثل الجندي المجهول انه تاخذ 10 ايام يعني. بتاخذ شغل كثير يعني. فيها تفاصيل لانه في تفاصيل طبعا فيه هي تفاصيل. فيها بقلبها يعني خشب وبستعمل خشب والكرتون بالاضافه الى تلبيس بالقش لحتى تطلع معنا القطعه هيك. تمام. في لوحات كمان عم بتكون عم تدمج فيها عناصر من الطبيعه النباتات. هي فن ثاني كمان يعني بيمت كمان للطبيعه، نحن كل شيء بيمثل الطبيعه مريح نفسيا وفي حنيه يعني. هلا اليوم مثل ما حكينا اول شيء بالمقدمه انه نحن الاستاذ علي اليوم عنده مواهب متعدده، فاليوم نحن اكتفينا بموضوع القش وموضوع النباتات. هي نباتات يابسه ثمار شجر يعني كمان حولها انسان وراء يعني فينا نقول اعاده تدوير اليوم استاذ؟ اعاده تدوير طبعا هو الغايه الاساسيه يعني لفت نظر الجيل الجديد او الاجيال الجديده لاهميه هال الشغلات الطبيعية اللي نحن بنشوفوها بجوز بالارض ما حدا بينتبه لها بس بيعرفوا انه هي فينا نعمل منها شغلات كثير حلوة. هلا اليوم نحن تطور والسوشيال ميديا والناس يعني دائما رحنا بعصر السرعة على طول، اليوم في ناس بعدها بهذا المجال، في اليوم طلاب عم حضرتك كوتش ايضا يعني تدريبي حساعدك انا حتى تمام. حتى هون عم نشوف كمان نموذج ثاني عم تدمج الخط العربي اي مع فيك تكملي اذا بتحبي فيني كملة لا بس نحن من طبعا هلا في كثير لوحات ايات كامله انا عامل بس يعني هدول نماذج بس مبسطه. اليوم صرت بتشتغل على الطلب يعني بيجي حدا حابب يعمل يشكل رسمه معينه او يكتب كتابه معينه بتنفذ له اياها؟ طبعا اكثر شيء مطلوب اسماء يعني اسماء الكابل العروسين خطيبين مثلا هديه هيك عم يلجأوا لهيك شيء يعني بيلجأوا لهيك شيء يعني شغله مميزه وجديده يعني ما في حدا بيشتغلها يعني معظم عم تعلمها لحدا يعني هلا علمت هلا ما في هلا ما حدا عم يتعلم هلا بس علمت من قبل كثير اطفال يعني كان في مجموعه كامله كبيره كانوا يتعلموا وعجبوا كثير بالشغل. هاي عندك تلميذه على الهواء فورا رشا شايف بس يعني قصه ظريف هلا شوي طلعنا برا الخط بس ولكن ما بيأثر ما لزقت معي اخر وحده في مشان الوقت ما يستاهل الشغل انه يعني قدرتنا على التصليح ايمت ما كان بدك قوي استاذ طبعا اجباري من المكوايه هون كمان حلوة برواز صورة هي أنا عندي منها بالبيت بستخدمها بحط فيها صور يعني عندي وحدة يعني وحدة في مجالات متعددة يعني كثير شغلات فينا نحن نعملها خلينا نعرضها على هلا شوي الكاميرا عم تاخذ صباحنا غير هلا بعد هي الفكرة شو بدنا نساوي؟ نقص بدنا نتركها لحتى تنشف لحتى نكويها لحتى تنشف بعدين بنقص على الخط اللي نحن راسمينه تمام ايه. نحن بنقدر نعلق الكلمات يمكن بشيء يعني بدنا نحطها على لوحه على خلفيه نحن بنختار اللي بدنا اياها انا جايب معي خشب يحط على خشب طيب نحن هي جاهزه هلا نحن عاملين يعني في شيء جاهز نستخدم هذا الورق نستخدم هذا الورق لانه بس نحن نكتب عليه بصير يبين من ورا مشان نقدر نقصه خلينا استاذ مشان الوقت طيب على الخشب شو نحن بدنا نحط هون على الخشب؟ كمان غري؟ اي طبعا اي اليوم هي قطعة الخشب كثير عم شوف على النت عم بدي شكله منها طاولات كبيرة ايه كثير وكثير غالية على فكرة يعني انا شو يعني اغلى يعني. اغلى من الشغلات ال يعني ليش غالي حقه معه؟ صعوبتها صعوبة الحصول عليها وصعوبة شغلها اصعب من المواد الصناعية واصعب من الشغلات الجاهزة صرنا نشوف صور عليها فيروز او انت اذا بتحبي اليوم الرسامين عم يرسموا صورة البورتريه الوجه عليها انا عامل كثير منهم هذول
طيب استاذ، اليوم في افكار كثير ممكن تكون من مواقع التواصل او ممكن تكون شخصيه، اليوم كيف بتستوحي هاي الافكار لحتى تقدم شيء يكون ملفت للنظر بنفس الوقت؟ طبعا السوشيال ميديا كثير للي بيستخدمها صح بتقدم كثير خدمه للفن، للفنانين اللي بيحبوا هيك شيء يشتغلوا هيك شيء. انا كثير بطلع على هيك شغلات على مواقع التواصل الاجتماعي وبتابع الفنانين من كل انحاء العالم وبتواصل معهم وباخذ منهم افكار وبياخذوا مني افكار. حلو هذا تبادل الافكار اللي عم تفتح لنا اياه مواقع التواصل الاجتماعي. هي بدنا نقول حسنه من حسنات السوشيال ميديا انه التواصل بين قربت المسافات اليوم، قربت الافكار. هلا نحن حنحط لها هون لاصق، ما بده وقت لينشف او لا؟ لا دغري بينشف، بس كوينات دغري بينشف. هلا نحن ما فينا نكوي، شو بنساوي؟ بنكوي عن بارد. اوكي استاذ علي، خلينا نحكي عن تصريف المنتجات، سوق تصريف المنتجات اليوم عم يكون في اقبال، عم كمان تلجا للسوشيال ميديا اليوم لحتى تعرض هاي المنتجات، يعني في منتجات متنوعه اليوم، كيف عم تقدر تتواصل مع الناس؟ عم تشارك بمعارض؟ طبعا انا شاركت بمعارض كثير بالمراكز الثقافيه السوريه ومركز الثقافه العراقي ومعرض دمشق الدولي، طبعا مع الشكر لاتحاد الحرفيين هن الوحيدين اللي دعمونا، بالاضافه ل اداره او مديريه الثقافه دمشق كمان هي دعمتنا، وعم نعرض منتجاتنا، ويعني بس يعني الحركه قليله كثير هالفتره. مصدر التسويق اليوم، يعني فيك اليوم الحرفيين عم يقدروا انه يعيشوا من وراء هي المهنه بصراحه؟ اكيد اكيد. لا ما في هذا الدعم اللي ممكن انه يخليك اليوم انت تكتفي بمهنتك؟ لا اكيد لا. طيب انت اليوم لشو بحاجه؟ يعني بحاجه لتسويق على مستوى سياحه. يعني ايام معرض دمشق الدولي يعني احيانا تقريبا خلص المعرض وما ما استفدنا شيء، او ما تقولي ما بعنا شيء وقتها ايامها، يعني نادر قليل كثير الطلب اذا ما في يمكن بدكم عمليه سواح. تسويق اكثر او سوق اكثر للتصريف. احنا ما ضل معنا وقت كثير لانه طيب بالنسبه ل خلينا نرجع نشرح نحن هلا وين صرنا باي مرحله. هلا عم نقص، انا عم بشرح كتابه الحروف وقصها اخر شيء، هي ممكن تندهن بماده لتحافظ عليها لتعطيها رونق اخر شيء. اكيد لازم حمايتها بماده اللاكر تعطيها كثير. بعرف عملت شيء غلط انا هيك؟ انت معك صلاحيه. انا معي انا نزحتها بالشكل هيك. لا عم نلزق اليوم، صباحنا صباحكم غير. بنلحق صباحنا بس غير يمكن بدها كفيها وغير لا وغير خلص بتفوني علينا نرمين. هلا هي بدها قديش بالك طويل؟ يعني انا بكون بدالك كبيتها من زمان. هي ناحيه مهمه كثير بالسؤال، كثير مهم انه طبعا الفن كله بده طول بال وبده يعني بده صبر صبر عم يشتغل بمتعه. هي بدها اكثر بحسها، يعني كثير بيقولوا لي انا خصوصا انا لما بكون عم بفتح القش لساتني بيقولوا لي قديش بالك طويل، لانه طبعا كل شيء بده طول بال. بتقضي وقتك بالبيت مع العيلة ولا مع القش والهدول القصاص؟ هيك وهيك يعني أكيد يعني. كركبت القش و يعني إيه المدام كيف وضع اليوم بهالكركبة؟ يمكن أكيد دائما الفنان بيكون له غرفة لحاله أو ركن خاص بالبيت. طبعا أنا عامل مرسم لحالي خاص. يلا هلا عم نشتغل بشكل تقريبي. شو ضل عندنا حرف الياء وينه؟ هلا للاشخاص اللي بيحبوا يتعلموا، ما رح نقول صناعه القش، انت ميزتها صنعه تشكيل القش اليوم، وين ممكن يقدروا يتعلموها؟ في اماكن معينه؟ وين النقطه؟ مثلا ما بظن في حاضنات الثقافيه عم تدربها؟ ما بظن في مراكز لتعليم هي الشغله هي، مع انه وعدنا اكثر من مره انه نعمل مركز لتعليم هالمهن هي. تفضلي هي اوكي. بس ضعف التسويق يعني هو اكثر شيء عم نحكي. حابين اليوم نعرض اغلب القطع الاخيره، يعني الشكل النهائي لهيك. ايوه هاي شغلي. وقعت ال شو وقع؟ كيف لقيت شغل رشا؟ قديش بتعطيها من 10؟ 9.5 9.5 ناخذها؟ هلا ليك النقطة عم نحطها.
طبعا بدي الفت نظر انه الاستعمال المشارط الطبيه الدقيقه يعني كانه عم نعمل نحن هلا ضل يمكن اخر عملية. مرحله هي بس دهنه باللكر صح؟ ايه هلا هي هون. طيب خلينا هيك هذا الشكل النهائي اليوم للقطعه. طبعا بعد الكوي يعني الحمايه باللكر بتطلع احلى كثير. استاذ علي كثير شكرا اليوم لحضورك ولهالقطعه الحلوه يعني. وقتنا خلص بسرعه، بده طولة بال وبده وقت طويل. بحلقات ثانيه حنشتغل شيء ثاني اذا الله راد. بدي اتشكرك واتمنى لك كل الخير. شكرا لحضرتك. شكرا لكم. شكرا للاخباريه. شكرا لوجودك معنا. اهلا وسهلا فيك.